سؤال النهاردة بيقول: لو انت نفسيتك وحشة تقدر ترسم كويس ولا لأ؟ هنشوف الكلام ده بعد فاصل. فيديو النهاردة جميل يعني ومميز، فعشان كده ما تخرجش منه، اتفرج عليه كله، اتفرج على الفيديو كله عشان تستمتع معانا، ونشوف هنعمل ايه النهاردة في الفيديو ده. طبعا ده اول فيديو، هنشوف ان الحاله النفسيه مهمه جدا للرسام او لاي حد. يعني لو انت بتشتغل في حاجه وحسيت انك اتقفلت منها، يجب انك تقوم فورا، يعني ما تفكرش، لازم تقوم تغير نشاطك باي حاجه. طبعا انا هنا بدات اهبط في الرسمه، لان الرسم ده واقعي، ما ينفعش ارسم بالاسلوب الحبشتكنات اللي انا بعمله ده. قعدت ارسم بقى باي طريقه وامشي القلم. انا اوريكم شكلي دلوقتي وانا برسم، اصلا هتعرفوا ان انا كنت متضايق وما ينفعش اكمل رسم نهائي بالمنظر ده، لاني طول ما انت قافش او مثلا في ضغوطات نفسيه عندك او حاجه يعني مضايقاك، فما ينفعش تيجي ترسم رسمه واقعيه. الرسمه هتبوظ منك وهتبدا تعملها بالشكل الفظيع اللي انا بعمله ده، لان انا هنا بحرك القلم بس على الورقه ومش بفكر اصلا، انا متضايق فعمال افكر ايه بقى اللي ورايا، وكلنا بنضغط نفسنا بشكل فظيع كده، رغم ان الحياه ما تستاهلش والله يا جماعه. وهذا هو منظري برسم باسلوب فظيع خالص يا جماعة، وبتخانق مع الورقة لأن الورقة مزعلاني. حبيت أشارككم الموضوع ده لأن في ناس بتقول لي أنا بيجيلي أرت بلوك أو بتقفل من الرسمة مرة واحدة. الكلام ده له حل بسيط قوي وسهل، ولكن نفكر بأسلوب بسيط وما نعقدش الموضوع. هوريكم حل الحاجة دي إيه عشان تعرف تتقن الحاجة وتعملها بشكل كويس. وطبعا دي أول رسمة وكانت أول محاولة وفشلت مني بسبب الضغط النفسي وإن أنا عمال أفكر في كذا حاجة مع بعض، والذكاء ان انا في نفس الوقت حاولت ارسم نفس الرسمه ولكن اغير الورق واغير انواع الاقلام اللي برسم بيها، على اساس بقى ان هي دي الغلط. الغلط يا جماعه ان انا عمال افكر في كذا حاجه، مش الغلط في الورق ولا في انواع الاقلام. عشان لما يجي لك ارت بلوك هتعرف حله معايا النهارده في الفيديو ده، هقول لك ازاي تحل الارت بلوك بطريقه سهله جدا وباشياء بسيطه حوالينا، ولكن احنا ساعات مش شايفينها وبنصمم على الغلط. هنعرف النهارده لما تتقفل من اي حاجه انت بتعملها، سواء من المذاكره او الرسم او العمل اللي انت بتعمله، هتعمل كذا حاجه بسيطه تنقلك من الطريق ده وتفصلك شويه، بعد كده ترجع تكمل الحاجه تاني وتعملها بشكل افضل. طبعا عمال يجي لي انذار في دماغي: يا ابني انت بتبوظ الدنيا، حبيبي انت بتبوظ الدنيا يا ابني، قوم يا ابني مع الرسمه. وانا عمال اكمل في الرسمه وبوظ في الرسمه لحد ما طلعت بالاسلوب اللي مش حلو ده وزعلتني جدا. في هذه اللحظه خلاص انا قلت لنفسي: خلاص انا خسرت ورق بقى وخسرت حاجات كتيره، وعمال اجرب خامات كتيره واخبط يعني في الرسمه بشكل وحش خالص، فانا هقوم بقى اغير نشاطي. تعالوا نشوف بغير نشاطي ازاي وبرجع للرسمه اعملها بشكل جميل ازاي بعد ما فصلت من الحاجه اللي انا بعملها. اول حاجه وابسط شيء خالص ممكن تعمله انك تخرج خروجه بسيطه. يعني ايه خروجه بسيطه؟ مش لازم تروح بقى حاجه غاليه او لا، تخرج في طبيعه ربنا. اكيد جنبك زرع، جنبك نيل، جنبك نهر، جنبك اي حاجه، جنبك شجر او جناين برضو. طبعا طبيعه ربنا سبحانه وتعالى دي، يعني انت حتى لو عندك بلكونه، لو هتخرج تتفرج على السماء بس، يعني منظر زي اللي قدامك ده بيفصلك عن الكون شويه، بيخف من الضغط اللي عليك، بيصفي ذهنك، فتعرف تعمل اي حاجه بشكل جميل جدا. طبعا لو انت فنان لازم تفهم ان احنا بنبص للسماء زرقاء او مكان واسع، عشان ده بيريحنا نفسيا. اللون الازرق بيعبر عن حاجات كتير حلوه: الثقه والوفاء والنزاهه والسلام والهدوء. يعني دي اهم حاجه للنفس بتاعتك عشان تعرف تكمل اي حاجه انت بتعملها، ما تفضلش مصمم على الحاجه اللي انت شغال فيها وانت بتغلط، لازم تفصل شحن عشان تعرف تكمل بطريقه جميله جدا. فانت هتبص للسماء هيجي لك سلام نفسي ببساطه وهدوء للاعصاب بتاعتك، وتعرف تكمل الحاجه اللي بتعملها وترجع لها تاني. برضو الاخضر بيعبر عن الهدوء بتاعنا وبيعملها توازن، بيبقى فيه استقرار في اللون الاخضر وفي سلام برضو داخلي. فالالوان الاخضر والازرق يعني الحاجات دي جميله جدا. وفي الطبيعه حوالينا تغير نشاطك بحاجه من دول، اللي هو انك تخرج تتمشى في مكان فيه خضره او سماء زرقاء تتفرج عليها بس، الحاجه دي بتفصلك فصله جميله جدا. لو انت اي شخص مش لازم رسام بس واتفرجت على الوان الورد والحاجات دي، بتعمل لك تغذيه بصريه، بتفهم في الالوان وتناسق الالوان. يعني ما اعظم الخالق في خلقه سبحانه وتعالى، هتشوف كده مشاهد بتصفي ذهنك. ولو انت رسام هتعمل لنفسك تغذيه بصريه عشان تعرف ترسم من خيالك حاجات جميله جدا، وتتعلم تناسق الالوان وتشوف عظمه ربنا سبحانه وتعالى في خلقه وفي التناسق اللي بيريح اي عين تتفرج على الحاجه دي. او ممكن تلعب مع اخوك زي ما الفيل بيلعب مع اخوه الفيل الصغير عادي، يعني العب مع اخواتك برضو. المهم ان انت تغير نشاطك باي حاجه بسيطه وسهله، الموضوع مش صعب. من الانشطه برضو يا جماعه اللي انا بعملها، بلعب اي لعبه على الكمبيوتر بحبها، اي حاجه موجوده، ما عنديش العاب كتيره، بس بلعب مع اصحابي بيس.
بخرج العب كوره، ومحدش يستغرب ان انا بلعب برشلونه قصاد البرازيل يعني عادي يا جماعه. الناس الولاد طبعا هيفهموا ايه اللي انا بعمله ده، بس مش مشكله. اهم حاجه بس اغير النشاط بتاعي باي حاجه وارجع تاني للرسمه بتاعتي عشان اعملها بشكل كويس. طبعا هنا يا جماعه بلعب المباراه، والمباراه شكلها شيقه جدا، ودخلت جون يعني لا يصدق تقريبا. ممكن تلعب كمان ببجي، تلعب اي لعبه انت بتحبها، ولكن تفصل عن الروتين اللي انت شغال فيه. ودلوقتي طبعا بعد ما فصلت زي ما انا علمتكم الانشطه اللي احنا بنعملها المختلفه، بدات ارسم الرسمه في يوم تاني خالص، وكنت رايق الحمد لله، ورسمتها بالالوان واخترت الورق الصح. ودايما واحنا بنرسم بالالوان بنحاول نبعد عن الورق اللي لونه ابيض عشان الالوان تبقى باينه وواضحه ويبقى اللمعان بتاعها واضح في الورقه، دي بتخلي الرسمه واقعيه اكتر. واستخدمت في الرسمه دي الوان الباستل، كان نوع كمان رخيص عندي يعني مش غالي. لو حد حابب يشوف الرسمة كاملة ويتعلم درس عن تلوين الباستل ياريت تكتبلي في التعليقات كتير جدا عشان اعمله الفيديو من اوله لغاية اخره، لانه الفيديو هيبقى متعب جدا في المونتاج بتاعه. فعشان كده لو حد حابب لازم يكتب في التعليقات عشان اعمله الفيديو ده كامل، ارسم لكم محمد صلاح بالالوان في فيديو لوحده تاني. محدش ينسى دعم الفيديو يا جماعة، عشان اكتر حاجة فعلا بتخليني انزل فيديوهات مختلفة على القناة. دعم الفيديو باللايك والاشتراك في القناة لو انت اول مرة تشوفني، وتفعيل الجرس عشان الفيديوهات توصل لك اول باول. الواحد والله بيتعب جدا في المحتوى ده وبيحاول يوصله بابسط طريقة واجمل طريقة للمبتدئ عشان محدش يحبط، لان في ناس كتير بتحبط في البداية، فانا بحاول ابسط لكم كل حاجة بطريقة يعني سهلة خالص. ان شاء الله استنى من دلوقتي التعليقات بتاعتكم على الفيديو لو انتم محتاجين تشوفوا الرسمه بالالوان كامله بتاعت محمد صلاح، عشان ابدا اشتغل على الفيديو وانزله للمبتدئين ويتعلموا معايا الرسم بالتلوين ويتعلموا معايا الرسم بالوان الباستل. الوان الباستل دي سهله جدا، حتى الدمج بتاعها ممكن تدمجها بصباعك بطريقه بسيطه خالص. طبعا انا بشتغل بالالوان بفضل ان انا اشتغل بالدرجات الفتحه الاول بعد كده اضيف عليها الغمقه، تمام؟ عشان لو غمقت كتير هرجع افتح واستخدم الوان اكتر. فعشان تبقى في الامان اثناء التلوين لو انت بتلون باي الوان حاول تشتغل بالدرجات الفتحه بعد كده تشتغل عليها بالغامق. الكلام ده عكس التظليل في الرصاص والفحم. الرصاص والفحم دايما بيشتغل معاكو ان انا بشتغل بالغامق بعد كده بدرج منه للفاتح، اما الالوان بعكس الكلام ده، بشتغل من الفاتح للغامق عشان الرسمه تطلع مدرجه بشكل جميل جدا. اتعلمنا في الفيديو ده يا جماعة ان الحالة النفسية مهمة جدا عند الفنان او عند اي حد، مهمة جدا لو انت بتذاكر وفصلت لازم تغير نشاطك زي ما احنا اتعلمنا. تغير نشاطك بحاجات بسيطة، في حاجات اكتر من اللي احنا عملناها النهاردة ممكن اعملها لكم في فيديو تاني، ولكن دي ابسط طرق اللي انا شاركتها معاكم انك تغير نشاطك وترجع تبدأ في الحاجة تاني بشكل حلو عشان تنجز في عملك اللي انت عايز تعمله. محدش ينسى يا جماعه اهم نقطه في الفيديو، دعم الفيديو عشان انزل لكم فيديوهات كتيره مختلفه بالشكل ده. وفعلا اول مره اشارككم حاجه زي كده، ان ممكن الرسمه تبوظ منك حتى لو انت بترسم حلو جدا لو انت حالتك النفسيه وحشه ومتضايق، او ممكن اي عمل انت بتعمله يبوظ، ولكن له حل انك تغير النشاط بتاعك. يا رب يكون الفيديو عجبكم، محدش ينسى اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، واشوفكم في فيديو جديد يا اجمد فنانين على الكوكب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.